يقول عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء، وهذا ما يسمى الإعانة. والإعانة العلماء تكلموا بأن الإعانة تكون على صورتين. الصورة الأولى أن يحضر الماء لك أو يصبه عليك، هذه الإعانة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعي بوضوء، ويأتي من الصحابة من يوضأ صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية في الإعانة في من يصب عليك ويدلك العضو، يوضيك، مثل ما يكون أحيانا في بعض المرضى أو الذي لا يستطيع غسل بعض الأعضاء، فقد يصب على رجل شخص آخر ويدلك له رجله. هذا نوع من أنواع الإعانة في الوضوء. العلماء يقولون أن هذا مكروه، طلب الإعانة للمستطيع، أما في وقت الحاجة لا مكروه وقت الحاجة. قاعدة عند العلماء، المكروه يباح وقت الحاجة. فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. وهذا يفيدنا الحديث اللي مر علينا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3. قال العلماء فإن كان عن نوم، فإحنا اختلف العلماء عندنا، إذا كان عن نوم فعندنا الحديث فلا يغمس يده في الإناء حتى، فإنه لا يدري أين باتت يده، الحديث اللي مر علينا. أما إذا كان عن غير نوم فإن هذا مستحب وليس بواجب. فأفرغ على يديه من إنائه، نقول إن كان من غير نوم فهو مستحب، وإن كان عن نوم فهو واجب على رأي الحنابلة رحمهم الله. ثم أدخل يمينه في الوضوء. والوضوء ما المقصود به؟ الماء، الماء. لكن لو قلت الوضوء، فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء الماء، والوضوء الفعل نفسه، ففي فرق. معرفة اللغة العربية تميز لك المعاني. لو عرض عليك أحد من هؤلاء المبتدعة أو الصوفية من بعض البدع تستطيع أن ترد عليهم، لأنهم جهلا في باب اللغة العربية. فالوضوء غير الوضوء، الوضوء فعل والوضوء ماء. السحور شيء تأكله، أما السحور فعل. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استنشق واستنثر مر علينا في حديث الأمر، فليستنشق بمنخريه من الماء، وإذا توضأ أحدكم فليستنثر. أما التمضمض فقد ورد في السنن وصححها الألباني، إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. الاستنشاق والاستنثار عرفنا بأنه جذب الماء بالنفس، والاستنثار دفع الماء بالنفس. أما المضمضة فهو تحريك الماء في الفم أقل إدارة، يقولون إدارة الماء في الفم أقل إدارة. أما الذي يشرب الماء ويمجه هذا ما يسمى تمضمض. المضمضة هو تحريك الماء في الفم أقل حركة تسمى مضمضة. ثم غسل وجهه 3. والفقهاء يقولون أن غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد،
المعتاد ينبت شعر الرأس في أعلى الجبهة. أما من حسر، بعض الناس يكون أصلع ما ينبت الشعر منه إلا في نص الرأس، ما يعني هذا أنه يغسل نص الرأس، لكن من منابت شعر الرأس المعتاد يقولون العلماء ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الإذن إلى شحمة الإذن عرضا، هذا ما تحصل به إيش؟ ما تحصل به المواجهة. ويديه إلى المرفقين ثلاثة، وإلى ليست بمعنى وصول الغاية فقط، بل حتى إلى بمعنى مع. المرفق هو الذي يفصل الذراع من العضد، وإلى ليس ينتهي الأمر إلى المرفق، بل حتى يدخل المرفق في الغسل، بدليل تفسير السنة بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، بمعنى يدخلهما ولا لا يدخلهما. ثم مسح برأسه، وما ذكر يمسح ثلاث ولا يمسح مرة واحدة، مع أن السنة أنه لا يمسح الرأس إلا مرة واحدة. أما إذا جاءك واحد وقال لك الحديث المجمل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، نقول ثلاثا ثلاثا في المغسولات لا الممسوحات، لأن الممسوح مبني على التخفيف. فانظر المسح على الخفين مرة واحدة، المسح على الرأس مرة واحدة، المسح على اللفايف والجبائر مرة واحدة. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ومعنى نحو، هل هو المقاربة ولا المماثلة؟ من العلماء من قال مماثلة، ومن العلماء من قال مقاربة، وتوسط بعض أهل العلم فقال أن في مثل هذه الأمور الفعلية قد لا يكون المماثلة من جميع العباد، قد من بعض العباد من يقارب وبعض العباد من يماثل، ويتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ومن أجل ذلك قالوا جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بالمماثلة أو المقاربة، أجتهد نفسي فقد أقول أني ماثلت النبي صلى الله عليه وسلم أو قاربته بالمماثلة، وكلا الأمرين مشروع. حتى أن كلمة نحو في لغة العرب، نحو تأتي بالمماثلة وتأتي بمعنى المقاربة أو قريب من ذلك. والشاهد والفائدة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا، في بعض الروايات من توضأ مثل وضوء هذا، وهذه الرواية قد تحمل أن يكون المقاربة داخلة في معنى المماثلة، وأن كلاهما مأجور لمقصد الاقتداء، كلاهما مأجور. ما الذي حمل ذلك على المقاربة؟ نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي حمل ذاك على المماثلة؟ نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب اعكس الحديث، من لم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تحقق الشرط. العبارة
لها شرطين في البداية صح؟ الشرط الأول من توضأ نحو وضوء هذا، الشرط الثاني ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، بمعنى لا يسترسل في أمور الدنيا وإقبال القلب في الصلاة، لا يسترسل. أما ما يهاجمه من الوساوس هذا معلوم في الإنسان إذا غلب عليه، أما أنه يسترسل مع التفاكير والوساوس وأمور الدنيا فهذا ما حقل من صلاته. لذلك يقول ابن عباس فيه قال ينصرف المرء من صلاته لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، ما يكتب له إلا ما حقل لله. يقول ابن دقيق العيد فائدة عظيمة في هذا الحديث، قال رتب الفضل على المماثلة، رتب الفضل على المماثلة.